ام صالح ام صالح شو بدك يا صالح؟ قل لي لشوف. لازم اروح على المدينه ورجع مصرياتي. شو جنيت انت؟ ليش بدك تروح؟ بس اليوم حطيته. لازم روح على المدينة ورجعهم. لازم روح. أنا ماني مطمن لهالتجارة ولا بشكل. لا اطمن يا ابن الحلال، لا تخاف ونام مرتاح. بكرة بيرجعوا لك مصرياتك فوق الأرباح كمان وبيضحك سنك كمان. أنا ما بدي أرباح، أنا بدي رجع مصرياتي وبس. لك لك يي يي لك وين رايح؟ شو جنيت يا أبو صالح هلا؟ رايح جيب مصرياتي. يا مختار يا مختار، ولك يا مختار يا مختار. مين؟ أبو صالح؟ ليه؟ شو بدك جاي لعندي بهالليالي؟ شو في؟ يا مختار بدك تنزل معي على المدينة مشان نرجع مصرياتنا. وليش بدنا نرجعهم لا سمح الله؟ أنا قلبي مو مطمن لهالتجارة بنوب. وليش بقى؟ لأنه نحن لا شفنا التاجر ولا عرفنا بشو بيتاجر، بركي أخذ مصرياتنا وهرب. منين بدنا نلقطه؟ لك شو يهرب أنت التاني؟ شو شغلة شورة بقى؟ معنى وصوله إنه حاطين عنده مصاري. يعني كل شيء قانوني. شو مفكرنا جدبان أنت؟ ورق بورق. لحنا ما شفنا مضى على شيء، فقط السكرتيرة قالت لنا انه التوقيع اللي على وصوله توقيعه. طيب بركي كان السكرتيرة كذابة؟ لعمك والله حكيك معقول. بلش الفاري يلعب بعبي. يا مختار البيت جاكيتك وهات نفتح السيارة، لازم نروح نرجع مصرياتنا اليوم وبالبكرة. يا ابو صالح بهالليل ما رح نلاقي حدا بالمكتب، بكرة الصبح بننزل. الصباح رباح. طيب مثل ما بدك، وانا بكون عم بستناك. مر لعندي وخدني. حاضر، بكره بمرق لعندك الصبح وباخدك. رجع لبيتك ونام هلا. طيب طيب، وابو جدعان وابو سعيد ومتعب مين بده يحذرهم؟ من شو؟ قال من شو؟ قال من الشيء اللي حكيته معك قبل شوي. انا بمرق لعندهم قبل ما اجي لعندك، اذا حبوا ينزلوا معنا يسحبوا مصاريهم اهلا وسهلا، ما حبوا يصطفلوا، روح انا وياك لحالنا. كثير منيح، تصبح على خير. لا تنسى بكره الساعة 8 مر لعندي. ها، السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا غزال. اهلا سيد متعب. ايه شايفه رجعه قريبه؟ ايه كمان يوم جاي تحطوا مصاري عنا؟ لا بدنا نسحب مصرياتنا. خير، ليش كنتوا تسحبوهم؟ هيك عاوزينهم. ايه بس لسه ما حلوا يدروا الارباح. ستي نحن لا بدنا ارباح ولا املاح، بدنا مصرياتنا وبس. اعطينا اياهم لو سمحتي بالتي هي احسن. خير يا رشا، شو في؟ ليش الأخ طالع صوته؟ على شو مختلفة معه؟ لا أستاذ مالي مختلفة معه، بس الشباب هون بيكونوا أعيان ضيعة الفلهوية يلي حكيت لك عنه. يلي إجوا وحطوا 5,100,000 مبارح؟ هن نبزاتهم أستاذ. يا أهلا وسهلا بالشباب. يا هلا يا هلا يا سيدي. تفضل وشرف على مكتبي. تفضل. شكرا سجيلا. أهلا وسهلا. عن إذنك يا غزال. أهلا 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 وسهلا. شرف تفضل. الله يرضى عليك يا رجاء، وصينا على عصير وعلى جاتو. على عيني. يا جماعة عفوا مشكلة، لا تظن الظنون. أهلا 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 وسهلا بالشباب. أهلا وسهلا بك. تفضل تفضل. ليش ما شكرا يا خيي. شكرا شكرا يا حباباي. هات لنشوف شو قصتكم؟ حكي زيادة ما بدي أستاذ، جايين ناخد مصرياتنا وصلى الله وبارك. تكرم عينكم، بس ممكن أعرف ليش؟ هيك لازمينا. طيب طيب مثل ما بدكم، هلأ بتضيفوا بعدين بتاخدوا مصرياتكم مع أرباحهم وبتتيسروا. أهلا 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 وسهلا بالشباب. يا هلا فيك يا سيدي. يا هلا فيك. إنت لا لا انا ما بدي اتضيف، انا بدي مصرياتي وبس. على عيني رح تاخذ مصرياتك، بس تفضل تضيف الاول. خذ خذ من يد الاني صار رشا. ما
مش حلو يتخجلها هيك. انا بتفاعل بوشها الحلو. الله يسلم ويخلي ويفتح نصيبي يا هالجميع، يعني بشي شاب من قرية الفلهوية. تفضل. اسلموا. اهلا اهلا. تفضل تفضل. وين؟ وين رايحة؟ أنا لسه ما ضيفت. اسلموا. أنسة رشا، بآخرة المتة اللي بعناها اليوم الصبح، شو جابت ربح؟ 5 ملايين أستاذ. يعني قديش نسبة ربح؟ 25%. عظيم عظيم كتير. هلا الشباب بس يخلصوا اكل وشرب بتعطي كل واحد مصرياته وفوق ربح 25%. حاضر. قلت لكن من الاول الرجال شرايف وادمي، ما كنتوش تصدقوني. قلت لكن تجارته مظبوطه، ظليتوا تلعبوا بعقلي لحد ما خليتوني شك فيه. يلعن هذيك الساعة اللي طواعتك فيها يا مختار ورحت معك وسحبت المصاري. يعني لو ما سحبتون كانوا هلأ دخلوا بتجارة باخرة تانية وربحوا أضعاف الربح اللي كانوا بدون يربحوه. بس أنا الحق علي، أنا طلعت حمار مع باب بنطرون. يا ريتني ما سمعت كلامك يا مختار، يا ريت. بس شو الفائدة؟ هلأ اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. هلأ لا ترموا الحمل علي، أنا ما دخلني. أبو صالح هو إجا عندي بالليل ويا غافل إلك الله، لعب بعقلي ودخل الشيطان بصدري. على كل حال بسيطة يا جماعة، أنا رايح صلح غلطتي. شو بدك تعمل يعني؟ رايح بيع أرضي وآخذ حق السيد تقي الدين خليه تاجرني فيها، لأنه فعلا يا هيك التجارة يا بلا. وأنا راح أعمل مثله. وأني كمان على رأس القائمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت تاني قوم من ثلاث يوم، قوم انت اصل البلاوي كلها، لا تورجيني وشك نهائيا، فهمت؟ قوم. صباح الخير يا قمر الشام. شلون السيد قمر الدين؟ تمر الدين؟ تقي الدين؟ شو بقي؟ هاو هاو بقالنا كثير كثير وفهم كفاية. مثل شو؟ ما فهمت علي. يعني بقالنا تحطينا هذول عندي. شو هذول؟ شو بدهم يكونوا يعني؟ قنابل مصاري. أهلين، وقديش هذول؟ 3 ملايين عدل ونقدان. وهي 5 عندك. وهي 2 مليون حق الكرم والبستان. أهلا وسهلا. هاي 6 ملايين على التمام والكمال. ومن لك 6 ملايين يا مختار؟ مو على اساس ما معه غير 200-300 ألف. فا مو وقت الحكي كله هلا. وهي 4 ملايين. اهلين. تفضلوا ارتاحوا. تعال شوف وين رايح انت، بدك تجنني؟ اللي بس ليش ما حطيت كل المصاري؟ انا قلت لك حط الملايين الاربعه كلهم، بس انت راسك تنح ويابس ما بتعمل الا اللي براسك. يا مرا يا مرا، اللي ما بيحسب ما بيسلم. يعني مو معقول نحط كل مصرياتنا، ما بيجوز. الله لا يسلم فيك ولا عظمه يا حق. ولك من شو ما بدك تسلم؟ قال ما بيسلم. قال ولك اذا انت قبضت مربح بيوم واحد 25 ألف، شو بدك تسلم؟ لك شو بدك اللي شو بدك؟ ما بدي شيء ما بدي شيء. حاضر حاضر. لك تعال هو وين رايح؟ ايه يا جماعة، جهزتوا الخواريف للآنسة رشا مشان ناخذ لها اياهم بكرة الصبح مثل ما وعدناها. انا من جهتي جهزت خروفي وارانبي وديوكي. وانا من جهتي جهزت لها احلى خروف بهالضيعة، كبش بقرنين. قال كبش بقرنين؟ قال ليش في كبش ب3 قرون؟ يا سيدي انا اشتريت لك خروف احلى خروف بالضيعة، هيك قال لي صاحبه. وانت يا مختار؟ صح النوم.
الخروف تبعي جاهز من جمعة. عظيم جدا. وانت يا ابو صيلي؟ وانا كمان جهزته. عظيم عظيم جدا. معناها بكره من الصبح بنحمل الخواريف بيك اب المختار ومنروح نهديها اياهم للسكرتيره الحلوه ومناخذ مصرياتنا وارباحين وبنرجع ونحن عم نفقش ونرقص. وليش لا ناخذ مصرياتنا؟ بناخذ الارباح ومخلي المصريات لتجره تانية. كمان فكره مليحه مليحه كثير. هلق بلشت تفهم. وانا كمان مصاري هلا ما بيلزموني، راح اقبض هالمصاري وارباحهم وارجع احطهم كلهم سوا. وانا راح اعمل مثلكم. شو يعني انا نيقه عنكم؟ عظيم جدا. شو يا مختار، ابدكش تضيفنا شاي؟ على عيني. هاي الساعة 11، لا فتح الباب ولا بين حدا. مش مشكلة، هذول شوية بناموا لضحوة، نستناهن هاون. شو هالشغلة يعنى؟ ها؟ وهي قاعدة. يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي أني رح أربح من بعدك مثل ما أنتو ربحتوا قبلي. يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي أني رح أربح من بعدك مثل ما أنتو ربحتوا قبلي. الله يطعمه ما يكون حط المصاري هالمرة. لا تخافي عليه، بيكون تربى من هديك المرة. ليش أنت العلقة معك علقة يا لطيف؟ يمكن نسيتي حليب أمه. وبعدين وبعدين امتى بدهم يفتحوا يا متعيب؟ هلق بيجا وانت ثاني ما تقعدش تنق بوجهي. شي بيجاوز، عم قول بيجاوز، يكونوا باللذقي عم يستلموا باخرة متي يعنى. فلنقول اذا طلعوا من هناك الساعة 9 بدهم ليوصلوا لهون ساعة وحدة. يعني راح نضل ساعة تانية قاعدين هون على الرصيف؟ قال مش معود يعني يقعد على الرصيف، انت على المزابل بتقعد. اجا الاستاذ. يا اهلين وسهلين يا استاذ. مرحبا يا ميس. مرحبا. اهلين. شو هاد يا استاذ، تاخرت كثير، يعني صار لنا ناطرينك من الساعة 9 الصبح. يعني الخواريف اللي معينا جاعت وصارت تتمعي. ناطريني لي؟ هو إذا أجيت للصريحة مش ناطرينك لك. شو بدنا فيك؟ ناطرين الآنسة رشا بقوينا ما بدهاش تجي. يعني حاكم جايبيننا الخواريف يلي وعدناهم فيها، يلي هو وعدناها فيهن. مين الآنسة رشا؟ شي سكرتايرة السيد تقي الدين رشا. رشا الحلوي رشا ولا هو؟ ايوه هلا فهمت عليك. الآنسة رشا ما عاد تجي لهون منوب. ليش زعلينا؟ زعلينا شي لا سمح الله؟ مريضة يعني لا قدر الله؟ لا لا، بس سافرت مع جوزة تقي الدين برات البلد. جوزة؟ شي سافرت تقي الدين برات البلد؟ اي نعم، هذا المكتب إلي، كان مستأجره مني السيد تقي الدين ورجع لي اياه. ومصرياتنا وملاييننا. والله ما بعرف، هي مشكلتكم.